انتقل المهندس الفلاحي راول بوني للعمل في المغرب. كانت الشركة التي تشغله قد استأجرت عدة هكتارات في ناحية الغرب لزراعة الفراولة. لما استقر في مولاي بوسلهام مع رفيقته ماريا غونثالف، كانت تبدو لهما الحياة وردية، ولم يكن أي منهما يتوقع أن تكون غير ذلك. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. الدليل في كف القتيل، الحلقة الأولى. في أواسط تسعينيات القرن الماضي أبدت شركات أوروبية عدة، إسبانية بشكل خاص، اهتمامها بالمجال الفلاحي في منطقتي الغرب واللوكوس. التربة الخصبة لتلك المنطقة والمناخ المتميز بها دفع بشركات عدة إلى استئجار مئات الهكتارات لاستغلالها في زراعات متنوعة. كانت الشركة الإسبانية التي يعمل لحسابها المهندس الفلاحي الإسباني راول بوني متخصصة في إنتاج الفراولة، وقد استأجرت مساحات شاسعة في قبيلة نواصرة القريبة من سيدي علالة تازي، وقامت بتجهيزها بما يلزم السقي والزراعة المغطاة. وقد وقع الاختيار على المهندس راول بوني ليتولى الإشراف على تلك الحقول بما يؤمن إنتاجا سريعا ووفق المواصفات المطلوبة. كانت الشركة الإسبانية تراهن على أن تكون السباقة إلى إدخال محصولها إلى السوق الأوروبية حتى تستفيد من ارتفاع الطلب وما يعنيه من أرباح جد هامة. كان المهندس راؤول يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وفرت له الشركة سيارة رباعية الدفع جديدة، كما خصصت له تعويضا سخيا عن الكراء، وكان عليه أن يسكن في منطقة تتيح له التنقل بيسر إلى الحقول التي يتولى الإشراف على تدبيرها. وكانت لراؤول رفيقة اسمها ماريا غونثالف، كان يعيشان تحت سقف واحد منذ عدة أعوام. كانت ماريا تعمل أستاذة للغة الإسبانية، وبما أن راؤول انتقل إلى المغرب فإنها قررت الالتحاق به، وقد يسر لها ذلك أن انتداب راؤول للعمل في المغرب وافق نهاية السنة الدراسية. تمكن راؤول بوني ورفيقته من كراء منزل في شاطئ مولاي بوسلهام. كان منزلا من طابقين يطل مباشرة على البحر. ومع بداية الموسم الدراسي تمكنت ماريا غونثالف من الحصول على عمل في إحدى الثانويات الخاصة بالقنيطرة. الطريق السيار سهل عليها التوفيق بين الاستمتاع بجمال المكان الذي اكتريا به المنزل والوصول إلى مكان عملها في وقت معقول. كانت سومة الكراء مرتفعة وفق حسابات راؤول وماريا، ولذلك سعيا إلى أن يتقاسم المنزل مع زوج آخر، وقد حالفهما الحظ إذ التقيا جاك لابورت المتخصص في التنقيب الأثري القادم من جنوب فرنسا في إطار عقدة مع وزارة الثقافة للقيام ببعض الحفريات في حوض اللوكوس. كانت معه زوجته كارمين لابي التي تعمل مساعدة له. هكذا استقر كل زوج في طابق وصار يتقاسمان سومة الكراء، ثم لاحقا كل شيء. كانت كارمين تتولى إعداد الخرائط وفق الإحداثيات التي يضعها زوجها جاك في الموقع، وكان ذلك يتيح لها أن تمضي أوقاتا أطول في البيت. كانت كارمين إلى جانب عملها تهوى الرسم ورسم العري على وجه التحديد، وكانت توفر مواضيع لوحاتها
ومشاريع لوحاتها من صور تلتقطها لمصطافين. كان المهندس الفلاحي الإسباني راول بوني يعود عصر كل يوم من حقول الفراولة، وكانت زوجته تعود إلى البيت بعد المغرب. كان يهوى الغطس والسباحة. ضحى ذات يوم بينما كانت كارمين تطل من شرفة البيت، فاجأت جارها يمارس السباحة وقد تجرد من كل ملبس. كانت فرصتها، التقطت له عدة صور ثم توارت. تكرر الأمر مرات أخرى حتى صارت لديها صور بتفاصيل جسمه القوي. صباح ذات يوم من مايو من العام 97 900 وألف، ظلت في البيت بينما توجه زوجها جاك لابورت إلى العمل في مكان قريب من مسرح معركة وادي المخازن. وكانت مدرسة اللغة الإسبانية ماريا غونثاليف قد غادرت البيت باكرا إلى عملها في القنيطرة، بينما كان راول يمارس السباحة قبالة البيت. كان مرة أخرى متجردا من كل لباس. التقطت له بعض الصور، ثم في لحظة ما تجردت من لباسها وخرجت مسرعة إلى البحر. كان راول قد غاص، ألقت بنفسها غير بعيد وسبحت باتجاهه، ثم توقفت، كانت خلفه مباشرة. لما نهض وجدها خلفه عارية، لم يكون بحاجة إلى مقدمات. منذ ذلك الحين دأب راول وماريا على اختلاس المتعة، وقد أمضيا أسابيع على ذلك الحال. وذات يوم خرجت ماريا غونثاليف كعادتها إلى العمل، ولما وصلت القنيطرة فاجأها أن أطر التدريس كانت في إضراب عن العمل، وقد اضطرت إلى العودة زوالا إلى مليبوس الهم. لما دخلت البيت في غرفة نومها فوق فراشها اكتشفت الخيانة. راول وجارتها كارمن صرخت، ولكنهما لم يتوقفا. كان الشاطئ خاليا من كل حركة. انهارت. بعد عدة دقائق نهض راول، ارتدى تبانا وخرج إلى الشاطئ بينما تسللت كارمن إلى سكنها. لما هدأت أخذت ماريا هاتفها واتصلت بجاك لابورت زوج كارمن، أخبرته بأنها اكتشفت زوجته تخونه مع راول، وقد صدمها أن الرجل لم يعر كبير اهتمام للأمر، إذ قال بأنه غير معني بما تفعله كارمن بنفسها. أضاف أن ذلك لم يعد موضوع نقاش في كل بلدان أوروبا. في تلك اللحظة قررت ماريا غونثاليف أن تثأر لكرامتها، وكثيرا ما كانت تسمع أن طبق الانتقام يؤكل باردا. تظاهرت بأنها تقبلت الوضع الجديد، ولكنها كانت تقتنص الفرصة للانتقام. في مطلع شتنبر وقد خلا شاطئ مليبوس الهام بعد صيف اكتظ فيه بالمصطافين، قررت أن تنتقم أولا من كارمن. خططت أن تقتلها وتدفنها في رمل الشاطئ. قامت بحفر قبر حقيقي في الرمل، غطته بقطع من الورق المقوى. في ذلك اليوم كانتا وحيدتين في الدار. خرج راول إلى الحقول وتوجه جاك إلى المواقع الأثرية. كانت كارمن تستحم. كانت اللحظة المناسبة للتخلص منها. اقتحمت عليها الحمام وقامت بخنقها، لم تتركها إلا بعد أن أيقنت أنها ماتت. لفت الجثة في غطاء سرير وحملتها على ظهرها إلى الحفرة، ألقت بها هناك ورمت عليها الرمل، ثم عادت إلى المنزل. كان القبر الذي حفرته في مكان لا يسلكه المصطافون. مساء ذلك اليوم لما عاد راول وجدها قد أعدت طبقا شهيا، بينما اكتشف جاك لابورت غياب زوجته. بحث عنها في الشاطئ، ولما لم يعثر لها على أثر طرق باب جيرانه. أخبرته ماريا بأن كارمن أسرت إليها قبل أيام أنها سئمت العيش في مليبوس الهام، وأنها قررت الرحيل دون أن تخبره لأنه يهملها. فوجئت ماريا بالرجل يتقبل الأمر ويعود إلى مسكنه بلا تعليق. كانت بالنسبة إليها فرصة، فلا يبدو أنه سيبلغ السلطات بغيابها. بعد أن تخلصت من كارمن بدأت تخطط للتخلص من راول رفيقها الخائن. كان يهوى السباحة والغوص، وقررت أن تغرقه.
اشترت من صياد شباكا بالية. قالت إنها تريد أن تنصبها ليلا للأسماك التي تقصد الشاطئ مترقبة ما تحمله الموجات في طريق تراجعها. نصبت شبكتها في موقع كان الراول قد دأب على ارتياده. ربطت بها أكياس رمل أحكمت إغلاقها. في الصباح الباكر خرج الراول لممارسة هواية الغطس. تبعته بعد دقائق، رآها لما كانت قادمة. أسرع الخطى ثم ألقى بنفسه في الماء، ولم تلبث هي أن ألقت بنفسها. راح يسبح ومن حين لآخر يغوص لدقائق. تحينت فرصة وجوده في موقع شبكتها، وما أن غاص حتى جرت الحبال. أمسك بها، تفلتت منها، ثم لحقت بها يده وأمسكت خصلة من شعرها، ولكنها تمكنت من الإفلات منها. كانت الشبكة قد لفت جسده ولم يعد يقوى على الحركة. بعد دقائق هدأ الماء من حوله. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.